الشيخ أبو بكر أثار عدة نقاط الحقيقة. خلينا نحكي فيها بنوع من نعود بمسألة الغياب. حقيقة هذه من أوائل المظاهر اللي بدأنا نلمسها كسلبيات في مستوى انحدار مجلس، أداء المجلس. بعد الجلسات الأولى اللي حكينا عليها وقلنا كانت رائعة وممتازة وكان الحضور ممتاز وكان جي قرار معين تلقى اللي يصوتوا عليه 110-115 نائب، بدأنا نجد صعوبة حتى في الحصول على النصاب من وقت مبكر أو مسألة هذا حين. أحيانا بسبب النواب اللي يمشوا إلى أهليهم وما عادش يرجعوا أو يتأخروا أو حاجة من القبيل. لكن أنا أريد أن أثير قضية يعني جوهرية شوية، أن الخلل يعني متشابك وشامل. الخلل ليس في الرئاسة فقط، ومعنا خلل يعني مستوى الخلل في الرئاسة حتى هو باب عريض جدا يجب أن نحن نتحدث عنه، لكن من مرحلة مبكرة كان بدأت مظاهر الخلل تظهر على الأعضاء. يعني تغيب الكثير من الأعضاء بدون سبب، بدون مبرر حقيقي. يعني الكثير ما كنا نلاحظ ظاهرة كانت تؤلمنا جدا جدا، يذكر الشيخ أبو بكر كيف كنا نتحدث عنها. ندخل إلى قاعة الجلسة، الجلسات عادة يعلن هي الجلسة الساعة 10، نجو الساعة 10، وكثيرا ما يكون حتى واحد على الأقل من هيئة الرئاسة موجود، لا يحضر عدد كافي داخل القاعة، ويكون هناك يعني عدد مماثل للموجودين في القاعة قاعدين برا القاعة في الصالون في الاستراحة في المكان اللي توجد فيه القهوة، ونجد صعوبة بالغة في دعوة هؤلاء إنهم خشوا القاعة. قد نجدوا فيهم أحياناً ونترجوا فيهم، يا جماعة مفضلكم خشوا، مفضلكم خشوا، وأحياناً نمشوا لهم ونقول لهم مفضلكم تعالوا خشوا باش نحصلوا النصاب ونجسوا. طبعاً هذا يؤشر إلى ماذا؟ يؤشر إلى مستوى الحقيقة متدني في مدى أو في مستوى إحساس النائب بالجسامة المسؤولية الوطنية. يعني الناس انتخبوه وهو تكبد مشاق السفر وجاء من أماكن بعيدة، جاء باش يحضر جلسات، مش يقوم بعمل، لا أن يجلس يشرب القهوة والشاي ويدخن ويهدرس. فهذه الحقيقة بدأت ظاهرة مؤشر بدأ من وقت مبكر. الآن يعني أنت سألت على أنه هو لنا من بعد الانفجار ما حصلش حصلناش نصاب، هذا صحيح. علينا أن نعترف بالفعل أنه يعني بعد الانفجار اللي حصل في طبرق لم نزل نصاب لكي نعقد جلسة، لكن مش فقط الأعضاء الحقيقة، لأنه هو وجدنا حتى هيئة الرئاسة مش موجودة. يعني حاولنا نعقد جلستين بعد الانفجار في أسبوع ثاني، هيئة الرئاسة لم يكن منها أحد، لا الرئيس ولا أحد نائبيه على الإطلاق، لم يكن هناك لا هيئة رئاسة ولا المقرر ولا نائب المقرر. وجدنا لكي لا يضيع علينا الوقت هذه الخفايا لا يعلم بها الليبيون طبعا، يعني في بعض تفاصيل هي لا يعلم بها الليبيون، لكن نحن مضطرون إلى الحديث عنها لأن حقيقة. إذن ثم يعني هذا تدني مستوى الأداء في من ناحية الالتزام بالحضور، وأيضا من ناحية الالتزام بمستوى السلوك حتى داخل القاعة، يعني هذه قد لا يجوز الحديث عنها بتفاصيل لأنها تفاصيل مؤلمة.